هاي، في عدة عادات وتقاليد بيلجأوا للبلدان متعلقة بالأعلام. كل سنة مثلاً بيحرقوا الكشاف والمنظمات العسكرية الأمريكية الأعلام يلي ما عادت حالتها بتسمح لها إنها تنعرض، لهيك بيتم تدبيرها بطريقة مشرفة من خلال الحرق. وبعكس المعتقد، العلم الأمريكي ما لازم ينحرق إذا دق بالأرض بحال كان ممكن تنظيفه من خلال إعادة غسله. يعتبر حرق سكان بلد معين لعلم بلد تاني خطوة احتجاجية رمزية بتعبر عن غضب سياسي وإنساني أو عن حالة حرب وكراهية. أول تنكيس لعلم كان على متن السفينة الإنجليزية هارتس إيز سنة 1612 بسبب وفاة قبطانة. من رفع العلم اللبناني على أبنية الدولة الرسمية وبقصر رئاسة الجمهورية إذا الرئيس موجود بلبنان. مين قال إنه بيتم تنكيس العلم اللبناني لوسط السارية بحالة الحداد؟ أنا قال بشوفكم بكرة.